فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما حكم صلاة المنفرد خلف الصف؟ هذا ورد في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا صلي وحده خلف الصف فأمره أن يعيد. حديث آخر: لا صلاة لفذ خلف الصف. لا يجوز الإنسان أنه يصلي وحده خلف الصف ويخالف الأحاديث في هذا علشان إن فلان أفتى بهذا. لا، الأحاديث هي الواجب اتباعها. نعم.